السلام عليكم طلابنا الأعزاء، هذا ملخص للكونكتيف تيشو ديس أوردرز. مثل ما تعرفون طلابنا، جسم الإنسان يتكون من مجموعة من التيشو، four types of tissue، هن الإبيثيليال تيشو، الكونكتيف تيشو، الماسكولار تيشو، والنيرفس تيشو. فهذن هن الأنواع التيشو الموجودة بالبادي. طبعا كل هذه يصير بها أمراض. الكونكتيف تيشو اللي موجود عندنا ايضا يصير به مجموعه من الامراض، اهمها راح ندرسها اليوم. طبعا راح نقسمهم عاده. هن الكونكتيف تيشو ديس اوردرز اللي يصير خصوصا بالاورال ميوكوزا يكون سببها انجري او تروما او انفكشن. هذا اني اهم الايتيولوجي تكون الليجن او الكونكتيف تيشو ليجن اللي تصير عندنا بالاورال كافيتي. انواعها هاي الكونكتيف تيشو ديزيزز، اول نوع اللي اول جروب هم الهايبر بلاستيك ليجنز. من كلمه هايبر بليجيا، كلمه الهايبر بليجيا شنو معناها طلابنا؟ هايبر بليجيا معناها زياده غير طبيعيه بالكونكتيف تيشو. اهم مثال عليها هو البريفرال فايبروما. طلابنا من نشوف كلمة peripheral معناها هذا موجود خارج العظم. الموست لايكلي تكون موجودة بالجنجفة، ممكن تكون بالبوكال ميوكوزا، ممكن تكون بالتانك. هذا اني الموست كومن سايت اللي نشوف بيها ال peripheral fibroma هي راح يكون الجنجفة. الموست كومن سايت راح نشوفها بالجنجفة. peripheral fibroma طبعا هي تكون hyperplastic mass او فد ليجن راح تلقوه بالجنجفة، ويكون الاوريجن مالته من الكونكتيف تيشو الموجوده بالسب ميوكوزا او البريودونتال ليجامنت. الفيميل يكون مور كومنلي افكتد بالميل. الانتيريور بارت اوف ذا جنجيفا از مور كومن، خصوصا يعني انتيريور تو ذا بيرمننت مولر، انتيريور للبيرمننت مولرز. الفايبروما كلينيكلي بريزنتس يا اما تكون بيدنكليتد او سيسايل ماس، يعني يكون بها ستم او بدون ستم. طبعا تكون سيميلر كلر سراوندنج تشو الا اذا صار بها ulceration. انواعها بالهيستوباثولوجي راح نشوف اربعه انواع. اول نوع من البريفرال فايبروما، اذكركم طلابنا من كلمه بريفرال معناها موجوده خارج العظم، خارج العظم موست لايكلي تشوفوها بالجنجيفا. هاي الهيستوباثولوجي مالتها اول وحده راح تكون التروماتيك فايبروما، عاده سببها انجري او كرونيك انفلاميشن مثل الكرونيك جنجيفايتس. هذه سببها التروماتيك فايبروما اللي هو هايبر بلاستيك سكار. النوع الثاني طلابنا راح يصير بيه اماتشور بون، راح يصير تعظم، يعني من كثر ما اكو تروما او انفلاميشن الخلايا تحاول تحمي نفسها ويصير بيها تعظم عن طريق افراز البون. هذا نسميه peripheral ossifying fibroma اللي بيها تعظم. او طريقة نوع ثاني تحمي بيها نفسها عن طريق تكاثر الاودونتوجينيك تيشو. تكاثر الاودونتوجينيك تيشو، تذكرون الاودونتوجينيك تيشو خدناها طلابنا. حتى ممكن تلقون بيها دنتينويد راح تلقوها داخل هاي الفايبروما. طلابنا الفايبروما هو هذني الانواع ذكرها كلها هي هايبربليجيا، زياده بافراز الفايبرس تشو نتيجه في التروما او انفكشن. تمام، يا اما تكون تروماتيك، يا اما تكون وياها تعظم، يا اما يكون وياها اودونتوجينيك تشو، يا اما يكون وياها طلابنا يكون بها المالتي نيوكليتيد جاينت سيل اللي نسميها جاينت سيل فايبروما. شوفوا طلابنا ويانا، هذه هي طبعا نفس اللون السراوندينج بينك نوديول. تمام، هنا أنا هاي موجوده بالبوكال ميوكوزا طلابنا، هنا أنا موجوده بالجنجيفا، شوفوا هاي هنا أنا موجوده بالموكيوزا بالبوكال ميوكوزا، هنا موجوده بالجنجيفا. تمام، هنا أنا راح تكون ايضا موجوده بالبوكال ميوكوزا، هنا أنا موجوده بالتانك. هذني الانواع اللي تلقوها طبعا ثلاثه، هذني الانواع اللي بالجنجيفا او بالبوكال ميوكوزا او بالتانك. طلابنا هذني اكسترا اوسياس خارج العظم، لهذا نسميها بيريفرال فايبروما. شوفوا لونها طلابنا يكون مشابه الى لون التشو، لونها بينك. تمام، الكونتنت مالتها هي فايبروس تشو كونكتيف تشو،
ممكن يكون بيها جزء متعظم، هذا نسميه ossifying. ممكن يكون بيها dentinoid tissue, odontogenic tissue, هذا نسميه odontogenic fibroma. أو إذا لقينا بالهيستوباثولوجي تشوفون multinucleated giant cells, هذا نسميها giant cell fibroma. شوفوا طلابنا، هذه هي ossifying fibroma، هاي تكون متعظمة، وراح تشوفون داخلها هذا woven bone، هذا woven bone immature bone، bone مو mature، immature bone، تمام. هذا يكون نتيجة تعظم هاي الفايبروما. بالامس كيو اللي موجودة من طب أسنان بغداد طلابنا، هذه histologically ال peripheral ossifying fibroma contain، هل تحتوي يعني ال peripheral ossifying fibroma شو راح تحتوي؟ هل راح تحتوي على atypical spindle cells؟ الجواب لا. الاتيبيكال سبيندل سيلز هاي تكون خصيصة من خصائص المالجنسي. ميتوتيك فيجرز، انكريز ميتوتيك فيجرز، اهم من تكون موجودة بالمالجنسي. الاودونتوجينيك ابيثيليوم هاي نشوفها بالاودونتوجينيك بيرفرال اودونتوجينيك فايبروما. البون هو يكون اجابة صحيحة لان هذا هو الاوسيفاينج. فهذه الام سي كيو تنتبهون عليها. تمام. هيستولوجيكلي طلابنا مثل ما اتفقنا راح تشوفون أربعة أنواع، نعيدهن الأربعة أنواع: تروماتيك فايبروما، بيريفرال أوسيفاينج فايبروما، بيريفرال أودونتوجينيك فايبروما، والمالتي نيوكليتيد جاينت سيل فايبروما. أكو نوع خاص عادة من ديفلوبمنتال أنومالي يكون نفس الهيستولوجي، يعني نفس الهيستولوجي باثولوجيكال فيتشر مال فايبروما، بس هذا تشوفه باللور جنجيفا راح نعطيه تسميه خاصه، يكون بيهايند اللور كناين، ومرات يكون يونيلاترال او بايلاترال، هذا نسميه ريتروكاسبيد بابيلا. شوفوا يا يعني طلابنا، هذه هي الريتروكاسبيد بابيلا، هاي هي الريتروكاسبيد بابيلا، هاي هي الجاينت سيل فايبروما طلابنا، هاي باللور جنجيفا، تمام. تشوفها بال يعني behind the mandibular canine، behind the mandibular canine، هذه لها تسمية خاصة نسميها retrocuspid papilla. نفس النوع، هي فايبروما، هي فايبروما طلابنا، فقط لأن حسب موقعها مثل ما قلنا مرات اكو تسميات خاصه تطلع ما لها سبب معين، بس هم يعني مرات يريدون اسم معين يوصفون به الحاله. اذا هاي الفايبروما كانت موجوده بالمانديبولار اريا، بالجنجيفا مال المانديبولار اريا، behind the canine، شوفوا هنا هاي بايلاترال طلابنا، او مرات تكون يونيلاترال، فتشوفون اذا تشوفون هذه الفيتشر راح نسميها هذا النوع من الفايبروما او البيرفرال فايبروما راح نسميه ريتروكاسبيد بابيلا، ريتروكاسبيد بابيلا. شنو سبب هذه التسميه الخاصه؟ مثل ما تذكرون بالاودونتوجينكسيس بالهاي مرات تجي تسميه وتبقى موجوده ما تتغير، فهذا هي الريتروكاسبيد بابيلا، اريدكم تنتبهون عليها. فقط راح تختاروها من اذا اجى السؤال اذا كانت فايبروما موجوده بالمانديبولار اريا، behind الكناين، ممكن تكون يونيلاترال، ممكن تكون بايلاترال، هذه راح نسميها ريتروكاسبيد بابيلا. النوع الثاني من الهايبربلاستيك فايبروما هي دنتشر اندوس فايبروس هايبربليشيا، وطلاب نهاية لازم يقول لك بالإيتيولوجي، لازم حتى تختارها بالام سي كيو، هذا النوع لازم يقول لك اكو فد ال فيتنج دنتشر. من تشوفون هالكلمة ال فيتنج دنتشر وسبيندل سيلز فايبروبلاست كونكتيف تيشو سوالينج موجود بالجنجيفا بالتونج او اي مكان موجود، راح تختارون دنتشر اندوس فايبروس هايبربليشيا، تمام. راح تلقون نفسها هايبربليشيا راح تلقون سبيندل سيلز اللي هي اللي نشوفها بالذني سبيندل سيلز، هي الفايبروبلاست اللي هي موجوده بالفايبروما، نفس انواع الفايبروس هايبربليشيا، تمام، وياها كرونيك انفلاماتوري سيلز. طبعا التريتمنت مالتها طلابنا هنا لازم يسوون ريموفال للدنتشر، والسكار اللي صار عندنا هذا سوله سيرجيكال اكسجين.
أول جروب طلابنا، أول جروب أخذناه بهاي المجموعة من الـ Connective Tissue Diseases كانت الـ Hyperplastic Lesion، وخذنا بيه نوعين الـ Peripheral Fibroma، وخذنا الـ Denture Induced Fibrous Hyperplasia. النوع الثاني بالـ Fibrous Tissue أو الـ Connective Tissue Disease هي Neoplasm. عندنا أكو Benign Growth وعندنا Malignant Growth. الـ Benign Growth هم هذول الثلاثة طلابنا. النودلر فاشياتس، فايبروس هيستيوسايتوما والفايبروماتوسيس، هذني انواع بيناين تيومرز. الفايبروساركوما مثل ما اتفقنا، بنشوفون كلمه ساركوما او تشوفون كلمه كارسينوما، هذا انديكيشن انه هذا التيومر مالجنانت. تمام. شلون نميز بيناتهم طلابنا حتى نختار هذه اي نوع من هاي النودولار فاشياتس او الفايبروس هيستيوسايتوما او الفايبروماتوسيس؟ شلون نختارها؟ راح يعطيك كلمه تدورون عليها، هي الستوري فورم باترن. ستوري فورم باترن، شنو هو الستوري فورم باترن طلابنا؟ هي عباره عن سبيندل سيلز، هي فايبروبلاست سبيندل سيلز، النيوكلياي مالتها، النويات مالتها، النواه تكون elongated، متطاوله مستطوله. تمام، تكون طولانيه. شوفوها هذه شلون طلابنا تختلف عن البقيه، هذه تكون elongated nuclei وتشع من المركز كانه radiating من السنتر. هذا الشكل نسميه يسموه story form pattern او cartwheel pattern. هذا هو الستوري فورم. فمن نشوفون كلمه story form او cartwheel pattern طلابنا، هذا indication على انه هي يا اما nodular fasciitis يا اما fibrous osteosarcoma and fibromatosis. زين، شلون تميزون بين ذني ثلاث انواع طلابنا؟ الفايبروماتوسيس راح يكون الكولاجين اكثر من السيلز. تمام، الكولاجين الكومبوننت مال الكولاجين، طبعا الفايبروبلاست ذني الفايبروس تشوش تفرز، راح تفرز كولاجين، راح تفرز كولاجين. هنا الفايبروماتوسيس يكون كميه الكولاجين اكثر من السيلز. الفايبروس هيستيوسايتوما لا، راح تكون السيلز السيلولار كومبوننت اكثر من الكولاجين. النوديولار فاشياتس تكون متساوية النسبة. شو راح تميزون ذن الثلاثة عن الفايبروساركوما؟ تذكروا وياي الفايبروساركوما هو مالجننت، راح تشوفون فيتشر مال مالجننسي اللي هي البليومورفيزم، الخلايا متعددة الأشكال، راح تشوفون الهايبركروماتيزم، وراح تشوفون أبانتنت مايتوسيس. شوفوا وياي طلابنا، زائد هذا الباترن أوف أرينجمنت نسميه الفاسيكولار باترن، هذا إني الفاسيكولار باترن، هذا زائد البليومورفيزم، هايبركروماتيزم اند اباندنت مايتوسيس، هذا ان الفيتشر اللي نشوفها، هذه انديكيشن مال كانسر. اذكركم طلابنا البليومورفيزم الخلايا وحده ما تشبه اللوح، شوفوا انواع من الخلايا وحده ما تشبه اللوح، متعدده الاشكال. بليو يعني متعدد، مورفيزم او المورفولوجي هي الشكل، متعدده الاشكال. هايبركروماتين، الكروماتين هي الماده الوراثيه، الخلايا السرطانية تتكاثر بسرعة، فتلقى المادة الوراثية مالتها دائما تتكاثر، فراح تشوفون هايبر كروماتين، كمية الكروماتين الموجود بالخلية كبيرة. زين، وهاي الخلايا تتكاثر بسرعة عن طريق الميتوسيس، عن طريق الانقسام، فتشوفون كثير من الخلايا تنقسم. فمن تشوفون هذني الفيتشر زائد الفاسيكولار باتان، اختيارك يكون هو للفايبروساركوما اللي هو مالجنان تيومر يصيب الكونكتيف تشو. طبعا التريتمنت سيرجري وكيموثيرابي او راديوثيرابي، شوف حسب التريتمنت مالتها، ويكون الريكرنس ريت مالتها عاليه. النوع الثالث، هسه اخذنا النوع الاول، اذكركم بطلابنا النوع الاول هو الهايبر بلاستيك ريجن، يزيد بها زياده بالخلايا. النوع الثاني تيومرز نيوبلازم. النوع الثالث هي الهيمنجيوما اللي هي التيومر يصير بالبلاد فيزلز. عدة مجموعة أنواع راح نشرحها. أول واحد بيهم هو البيوجينيك جرانيلوما. البيوجينيك جرانيلوما أريدكم تنتبهون عليه بالامتحان. البيوجينيك جرانيلوما طبعا اسمه البيوجينيك جرانيلوما، بايو يعني باس، جرانيلوما يعني تذكرون الجرانيلوما اللي هو رياكتيف كرونيك انفلاميشن، الجسم ما يقدر يقتل الانفكشن فيحوطه. الاسم هنا يكون خاطئ طلابنا، ليش؟ هسه اشوفكم الهيستوباثولوجي. شوفوا الهيستوباثولوجي، لا اكو بص
ولا اكو جرانيلوما. كل اللي نشوفه انفلاماتوري سيلز هذني باللون البنفسجي، وهذني بلاد فيزلز دايليتد بلاد فيزلز، وهذني الريد بلاد سيلز داخلها. لا اكو بس ولا اكو جرانيلوما. الاسم تسميه قديمه، الاسم الحديث المفروض يكون اللوبيلار كابيلاري هيمنجيوما. هذا هو جروث او ليجن يصير بالبلاد فيزلز، اكثر شيء يصير بالجنجفه 75%، ممكن يصير باللبس بالبوكال ميوكوزا بالتانك. تمام، عاده لونها يكون ريد، ومرات يصير بها ulceration. عاده تكون painless بدون الم، والفيميل بريدليكشن تكون اكثر بالفيميلز، وخصوصا بالفيميل يصير عندهم خربطه بالهرمونات، وخصوصا بالبريجننسي. من كثر ما تصير بالبريجننسي هذني الجروث، من كثر ما يصير بالبريجننسي راح نسميه بريجننسي تيومر. بريجننسي تيومر، شوفوا طلابنا هذا هو ريد ليجن، ممكن يكون بالجنجيفا طلابنا، هنا ايضا بالانتيرير بارت، هنا ممكن تكون بالتانك طلابنا. فتكون هذني هذا الجروث هو عبارة عن dilated blood vessels engorged with red blood cells وياها inflammatory cells، وياها inflammatory cells. البريدليكشن أكثر شيء بالجنجفة 75%، بس ممكن يصير بالبوكا ميكوزا بالليب بالتانك. أكثر شيء بالفيميل، خصوصا بالفيميل يصير عندهم خربطة بالهرمونات. أكثر فترة يصير خربطة بالهرمونات هي فترة المراهقة، وطبعا الفترة الثانية هي فترة الحمل. من كثر ما يصير خلال الحمل هذا قام يسموه البريجننسي تيومر. البريجننسي اكو نوع خاص من البايوجينيك جرانيلوما يسموه ايبيوليس جرانيلوماتوزا. هذا يصير هذا الجروث مال بلاد فيزل طلابنا يصير after the extraction of tooth، يعني من يسوون extraction ويصير healing بالسوكت راح تبقى يصير عندنا هذا الجروث مال بلاد فيزلز. من تسوي له هيستوباثولوجي راح تشوفون انفلاماتوري سيلز دايليتد بلاد فيزلز وذ ريد بلاد سيلز. هذا راح نسميه تسميه خاصه اذا صارت عندنا ورا ما شلتوا التوث، راح نسميه تسميه خاصه ايبيوليس جرانيلوماتوزا. فطلبنا اكو مرات يعني هو المرض هو البايوجينيك جرانيلوما، اذا صار ورا ما شال صار ورا ما يعني يصير healing after extraction of tooth صار عندنا هذا الجروث راح نسميه ايبيوليس جرانيلوماتوزا. نفس الشيء طلابنا هذا هنا تذكرون اذكركم هذه الريتروكاسبيد بابولا، هي عباره عن بيريفيرال فايبروما فقط لانه هي موجوده بالمانديبولار اريا بيهايند الكناين، هنا سميناها ريتروكاسبيد بابولا. مرات طلابنا يصير اكو تسميه ضمن المرض المعين، تسمية خاصة لموقع معين، هنا يكون behind فقط بالmandibular area behind the canine. هنا هذه هنا كلهن pyogenic granuloma. إذا صارت هاي pyogenic granuloma ورا ما شلتوا teeth، أوكي، ورا ما شلتوا tooth معين، ورا ما شلتوا سن معين، تمام، صار عندنا هذا الجروث، نفس الجروث نفس الهيستوباثولوجي، هذا راح ما راح نسميه بايوجينيك جرانيلوما، له تسميه خاصه اللي هي الايبيوليس جرانيلوماتوزا. ان شاء الله تكون فكرتها واضحه. ايضا ممكن طلابنا النوع الثاني من الهيمنجيوما هو الكونجينيتال هيمنجيوما اللي يصير بال يعني كونجينيتال خلال الولاده، تمام. وعندنا ايضا الفاسكولار مالفورميشن. الكونجينيتال هيمنجيوما شلون الفرق عن الفاسكولار مالفورميشن؟ الكونجينيتال هيمنجيوما تبدي تكبر بس ورا فترة يصير بيها تقلص خلال سنين متعددة تقلص، بينما الفيسكولار مالفورميشن تكون persistent ورا ما توصل حجم معين ما راح يصير بيها شرينكيج وترجع. الكونجينيتال هيمنجيوما راح تكبر بعدين تتوقف بعدين بالعكس تقوم تصغر، هاي الفيتشر مال كونجينيتال. الفاسكولار مالفورميشن لا يظل يزداد. هذا النيشة صارت بالارتريز، هذا يصير الليمفانجيوما يصير باللمفاتيكس فيزلز، تمام. وعادة كونجينيتال ليجن تظهر بالفيرست او سكند ديكيد اوف لايف، تمام، باول عقدين من العمر يعني اقل من 30 سنة يظهر هذا الجروث، وهو عادة يكون الجروث كونجينيتال تمام. التونج is the most common
site بالانتراورال يعني بالاورال كافيتي. الموست كومن سايت هو التانك. تمام. اذا صار بنك طلابنا راح يسموه سيستيك هايجروما. سيستيك هايجروما طبعا سيستيك هايجروما تكون لايف ثريتنينج لان تضغط على الامبورتنت ستراكشر مثل الكاروتيد ارتري وعلى الفيجاس نيرف ممكن يكون او الانترنال جيجولار فين، فهذا اللي يسببون لايف ثريتنينج كونديشن. بالتونغ طبعا مثل ما قلنا طلاب الموست كومن سايت بالاورال كافيتي هو التونغ. شوفوا يا يعني طلابنا هاي لونها مثل الازرق pinkish to red pink to purple color، هذا هو لون الهيمن الليمفنجيوما. وشوفوا هذول الفينز dilated veins وياها داخلها الريد بلاد سيلز. النوع الاخر طلابنا من الهيمنجيوماز هن المالجنانت تيومرز. المالجنانت تيومرز طلابنا المالجنانت تيومر يصير بالبلاد فيزلز. عندنا نوعين الانجيوساركوما. من كلمتها طبعا انجيو هي بلاد فيزلز، ساركوما هو اي كونكتيف تشو تيومر نسميه ساركوما. هذا اللي جين يصير عادة ممكن يكون بالبلاد او الليمفاتيك فيزل، بالبلاد والليمفاتيك فيزلز. تمام. الاورال كافيتي ما بي انفولد بس تكون ريرلي انفولد، بس بالهيد اند نيك اريا 50% من ذني الليجنز راح تكون بالهيد اند نيك اريا. تمام. عاده بالالدرلي تشبه كانه بروز صاير عندها. راح تشوف بالهيستوباثولوجي ايضا انكابسوليتد بروليفريشن اوف انابلاستيك اندوثيليال سيلز. شوف انكابسوليتد growth هذين السيلز هذين المالجنان سيلز. وشوفوا الار بي سي شون موجودة داخل الليجنز فصايرة مثل السينوسويدز. تمام. وبليومورفيك متعددة اشكال تكون هذه الخلايا. النوع المهم من الساركوما اللي او المالجنان تيومر يصير بالبلاد بيزوز هي الكابوسي ساركوما. هذه ليش مهمة وليش أريدكم تعرفوها طلابنا؟ لأن إلها إيتيولوجي، إلها سبب معين. أغلب الساركوما اللي تصير ما تكون إلها ما إلها أسباب محددة. ممكن تكون risk factors مثل السموكينج، pollution، family history، كيموثيرابي، يعني هواية 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 أسباب، الإشعاع راديوثيرابي، هواية أسباب تكون إلها بس ماكو إلها سبب محدد. الكابوسي ساركوما لا، أكو مجموعة من الفيروسات مثل الهيومن هيربس فيروس، مثل الكابوسي ساركوما هيربس فيروس أو الـ HIV فيروس اللي سبب لنا acquired immune deficiency syndrome. فهذني الأمراض طلابنا راح تزيد الـ risk factors مع الكابوسي ساركوما. راح نقسمها ثلاث اقسام. الكلينيكال فيتشر اللي يصير بالميديترينيان بيسن يعني بحوض الشرق يعني البحر الابيض المتوسط، الدول الدائره مدار البحر الابيض المتوسط. تمام. تصير هاي الكابوسي ساركوما طلابنا. وهنا أنا ايضا اريدكم تركزون انه الاورال ليجن بهاي الكابوسي ساركوما تكون رير. ايضا اللي يصير بالنوع اللي يصير بالكابوسي ساركوما اللي يصير بافريقيا. تمام. خصوصا بالأفارقة أيضا الأورال ليجن يكون رير. أما الكابوسي ساركوما اللي يصير مصاحبة لمرضى الإيدز فهنا الأورال والليمف نود ليجن تكون مور كمان. شوفوا هذا السؤال طلابنا من كلية الإسراء. شوفوا هذا السؤال اللي يجي أورال ليجن of كابوسي ساركوما is common and شو وقت يكون أورال ليجن كمان؟ طبعا مثل ما اتفقنا بالأكوايرد إميون ديفيشنسي سيلز. هذه طلابنا هي مني السبيندل سيلز. تمام. وتشوفون extravasated red blood cells هاي الهيستوباثولوجي اللي تشوفوها بالكابوسي ساركوما. تمام. نكمل المحاضرة طلابنا. بعد الكونكتيف تشو ذكروا وياي عندنا ايضا نوع من انواع التشو هي النيرفس تشو. هل ممكن يصير بيها ليجن؟ الجواب نعم. هذا الليجن ممكن يكون رياكتيف خصوصا للتروما. طبعا طلابنا انتم كاطباء اسنان اكثر شيء التروما اللي يصير للنيرفس انت ودا تسوي مثلا توث اكستراكشن او دا تحقن انستيزيا او ما يبي صارت فد اكسيدنت معينه، هذا اني اهم الليجن راح اشوفوها بالاورال كافيتي تسبب لنا تروماتيك نيوروما.
طبعاً الأعصاب محاطة بخلايا بconnective tissue بشوان سيلز حتى تحميها. فهذه هنا نتيجة التروما هذين يصير proliferation للconnective tissue خصوصاً الشوان سيلز والفابرس tissue اللي يحيطون بالنرف. النرف يكون محمي بغلاف هي شوان سيلز اسميها شوان سيلز، وأيضاً يكون محمي وبعد الشوان سيلز تجي طبقة من الconnective tissue. نتيجة التروما هذول الشوان سيلز أو الفابرس تشو تبدي تتكاثر وتضغط على العصب مسبب لنا pain. هذا pain يكون mild، ممكن يكون severe خصوصا بالمنطقة اللي تحيط بالمنتال فورامنا، خصوصا بالمنطقة اللي تصير بالمنتال فورامنا. شوفوا يا طلابنا هي المنتال فورامنا، شوفوا هذا الليجن هنا، هذا هو العصب، شوفوا شلون growth صاير fibrous tissue، growth بالfibrous tissue اللي يحيط بالعصب. شوفوها هنا طلابنا هذين الفاسيكلز، هذين الفاسيكلز الجروث، هذا يحيط بالعصب ويضغط على العصب ومرات يسبب لنا pain، مرات يكون هذا pain very severe. الكونجنيتال فيولس هذا ايضا هم الليجن بناين تيومر، عاده يبدي بال early ages. Large cells in the front cell cytoplasm تكون granular cytoplasm، أهم ميزة لها تكون granular cytoplasm. شوفوا طلابنا هذا هو تمام الكونجنيتال ابيولس، وشنو قلنا أريدكم تشوفون إنه داخل الخلايا، هذني الخلايا هاي الحبيبات اللي تشوفوها تمام طلابنا، هذا granular cytoplasm، هذا تشوفوه مع هذا granular cytoplasm تكون فيت فيتشر تساعدكم انه تعرفون هذا هو الكونجنيتال ابيولس. الشوانوما الطلاب اريدكم تتذكرون انه العصب مثل الواير، هذا اكو داخله مثلا النحاس يحيط بالواير عازل مثل العازل حتى يحمي الواير، نفس الشيء العصب الاكزون يحيط بمجموعه من الخلايا نسميها شوان سيلز، خلايا شوان اللي تفرز المايلين شيث مثل الغلاف اللي يحمي الاكسون العصب. هل ممكن يصير بي تيومر؟ الجواب نعم. تمام الهيستوباثولوجي مالت طلابنا هنا راح نستعمل اكو تو باترن مال جروث، شوفوا هذا التيومر بالشوان سيل، يا اما يكون هذا الباليسيدنج باترن اللي هو الانتوني بي، او يكون هذا الاريجولار باترن اللي هو الانتوني بي. فمن تشوفون كلمه انتوني اي انتوني بي هذا يكون دايجنوستيك، من تشوفوها بالهيستوباثولوجي هذا تشوفون من تشوفوه بالام سي كيو تختارون شوانوما. ايضا الشغله الثانيه ممكن تلقوها بداخل الشوانوما هي هاي المنطقه طلابنا، هاي المنطقه هنا أنا ما بيها سيلز، شوفوا هاي المنطقه هنا ما بيها سيلز، هاي يسموها فيرو كي بادي، فيرو كي بادي، هاي الفيرو كي بادي هي اسيلولر، يعني حرف الاي من يجي بالبدايه يفيد النفي، اي سيلولر يعني ما بيها اي سيل، فقط ايوزينوفيليك زون. شوفوا يا طلابنا هاي الاريا انتوني بي الريجولار باترن مال جروث، هنا ريجولار باترن باليسيديتنج باترن هذا الانتوني اي، هذا الريجولار باترن هو الانتوني بي، وهنا منطقه شوفوا هاي المنطقه اللي بالنص ما بيها اي خلايا يسموها الفيروكي بادي، فيروكي بادي. فمن يشوفون انتوني اي او انتوني بي او presence of verocay body شنو تختارون بالام سي كيو؟ راح تختارون الشوانوما اللي هو benign tumor يصير بالعصب، يصير بالاعصاب. اخر مرض طلابنا اللي هي نيوروفايبروما، ومن ضمنه اكو مرض هذا اذا كان ليجن وحده او سوليتري ليجن نسميه نيوروفايبروما، اكو variation من عنده يصير هذا سوليتري، اذا صار مالتيبل ليجن ويا سكن يعني يكون مالتيبل ليجنز يعني مالتيبل فايبروما مجموعه من الاعصاب صاير بيها انفولفمنت تمام، مجموعه من الاعصاب صاير بيها انفولفمنت زائد سكن الكافي اولي سبوت، كافي اولي سبوت هذا راح نسميه فون ريكلينهاوزن ديزيز اوف ذا سكن تمام، وهذا يكون عادة اوتوسوميال دومينانت يتجنى عن طريق الوراثه. تمام تذكروا وياي طلابنا هنا اذا كانت النيوروفايبروما اذا كان ليجن واحد عصب واحد انفولف نسميه نيوروفايبروما، اذا كان سوليتري ليجن، اذا كان مالتيبل ليجن
ممكن يكون بارت من النيوروفايبروماتوسيس او نسميه البون ريكلين هاوسن ديزيز. راح يكون عندك مالتيبل ليجن، مجموعه من الاعصاب تمام يكون بيها، زائد على السكين راح تشوفون الكافي اولي سبوتس، الكافي اولي سبوت. شوفوا طلابنا هنا أنا مثلا موجود هذا الليجن بالتونغ، هذا الليجن موجود بالنيك اريا، وهنا تشوفون الكافي اولي سبوت. هاي هنا اللون الغامق هي الكافي اولي سبوت، فهذا من تشوفون مالتيبل ليجن، مالتيبل ليجن تمام وياها كافي اولي سبوت، هذا انديكيشن للبون ريكلين هاوسن ديزيز او النيورو فايبروماتوسيس تمام. بالهيستوباثولوجي راح تشوفون ذا نيل سبيندل شيب سيلز، هذا اللي تكون كاركترستيك مع البريزنس اوف فايبروما. هذه اهم الشغلات بالنرف. طبعا طلابنا المسلز ايضا ممكن يصير بيها ليجن، ماكو داعي نتوسع بيها، فقط عندكم تعرفون الرابدومايوما هو بيناين تيومر اوف ذا مسل، الرابدومايوساركوما هو مالجنين تيومر. ايضا الفات الاديبوست تشو ممكن يصير بها تيومر، عندنا اللايبوما اللي هي بيناين تيومر بالاديبوست تشو، اللايبوساركوما يكون مالجنين تيومر بالاديبوست تشو. هذه اهم الشغلات اللي تكون تعرفوها، ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من هذا المحاضره. نشوفكم بخير ان شاء الله.